أهلا بكم. أعلن شركة النفط الروسية العملاقة روس نفط عن نيتها تنفيذ مجموعة كبيرة من أنشطة الاستكشاف الجيولوجي في كردستان العراق، والبدء بعمليات تنقيب عن النفط خلال هذا العام، والعزم على البدء بعمليات الاستخراج والتصدير العام المقبل. وشكل الإعلان الرسمي لرئيس شركة النفط الروسية إيغور ستيشن مفاجأة كبيرة للحكومة في بغداد، لا سيما بعد خلاف متعاظم بينها وبين الحكومة في أربيل، حيث تطالب حكومة عبد المهدي أربيل بتسليمها 250 ألف برميل نفط يوميا مقابل دفع رواتب الموظفين والقوات الأمنية الكردية في كردستان العراق. أقرت لجنة النزاهة البرلمانية بوجود فساد كبير وعقود وهمية في وزارة الصناعة وشركة النسيج والجلود، وطالب عضو اللجنة كاظم الصياد بالتحقيق في ملفات فساد كبيرة وعقود وهمية متعلقة بوزارة الصناعة ومدير شركة النسيج والجلود رياض عبد الحسين، مضيفا أنه ينبغي سحب يد المدير والتحقيق معه بشأن ملفات فساد ضخمة داخل هذه الشركة التي سببت هدرا للمال العام، وإيقاف هذا العقد والتحقيق في بقية العقود. كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن وجود 1450 مخالفة بينها تهريب مخدرات وتزوير خلال الأشهر الخمسة الماضية. وقالت الهيئة أن مخالفات تنوعت بين تهريب مخدرات وإجازة استيراد مثبتة وأوامر إلقاء القبض على مطلوبين، بالإضافة إلى دعاوى جمركية محالة من المنافذ للقضاء تحت عناوين تغير وصف البضائع أو تغير وصف البضائع وبضائع منتهية الصلاحية، فضلا عن عمليات تهريب وتزوير ومعاملات غير مكتملة الإجراءات القانونية. أعلنت مديرية بيئة القادسية عن سحب نماذج من مياه نهر قضاء غماس بعد تسجيل نفوق للأسماك بداخله خلال الأيام القليلة الماضية، وأكدت المديرية أن نفوق الأسماك ما زال مستمرا في القادسية، مضيفا أن إجراءات اتخذت من قبل الجهات والدوائر المعنية للحد من هذه الأزمة عبر إطلاق كميات كبيرة من المياه من قبل الموارد المائية واستبدال المياه التي نفقت فيها الأسماك، فضلا عن إجراء الفحوصات المختبرية من قبل بيئة المحافظة. أصدر مجلس محافظة أربيل توضيحا بشأن خفض سعر وقود السيارات في المحافظة، وقال المجلس أن الأنباء التي أشارت إلى نية خفض سعر لتر البنزين إلى 450 دينارا غير صحيحة، مضيفا أنه لم يصدر أي توجيهات بهذا الصدد على الإطلاق. إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. إلى اللقاء.